اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا داعيا أو عالما إلا حفظته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ورداء وظهيرا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو إيمانهم وعزائمهم وسواعدهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك. اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا عزيز. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم. اللهم من سد عليهم الأبواب والمعابر ومنع عنهم النصرة فامنع عنهم أنفاس الحياة. اللهم جمد الدم في عروقهم واشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظهر أمرك وانصر جندك وأورث الأرض لعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك. سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا داعيا أو عالما إلا حفظته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ورداء وظهيرا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو إيمانهم وعزائمهم وسواعدهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا عزيز. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم. اللهم من سد عليهم الأبواب والمعابر ومنع عنهم النصرة فامنع عنهم أنفاس الحياة. اللهم جمد الدم في عروقهم واشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظهر أمرك وانصر جندك وأورث الأرض لعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا داعيا أو عالما إلا حفظته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ورداء وظهيرا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو إيمانهم وعزائمهم وسواعدهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا عزيز. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم. اللهم من سد عليهم الأبواب والمعابر ومنع عنهم النصرة فامنع عنهم أنفاس الحياة. اللهم جمد الدم في عروقهم واشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظهر أمرك وانصر جندك وأورث الأرض لعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا داعيا أو عالما إلا حفظته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ورداء وظهيرا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو إيمانهم وعزائمهم وسواعدهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا عزيز. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم. اللهم من سد عليهم الأبواب والمعابر ومنع عنهم النصرة فامنع عنهم أنفاس الحياة. اللهم جمد الدم في عروقهم واشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظهر أمرك وانصر جندك وأورث الأرض لعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا داعيا أو عالما إلا حفظته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ورداء وظهيرا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو إيمانهم وعزائمهم وسواعدهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا عزيز. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم. اللهم من سد عليهم الأبواب والمعابر ومنع عنهم النصرة فامنع عنهم أنفاس الحياة. اللهم جمد الدم في عروقهم واشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظهر أمرك وانصر جندك وأورث الأرض لعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا داعيا أو عالما إلا حفظته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ورداء وظهيرا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو إيمانهم وعزائمهم وسواعدهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا عزيز. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم. اللهم من سد عليهم الأبواب والمعابر ومنع عنهم النصرة فامنع عنهم أنفاس الحياة. اللهم جمد الدم في عروقهم واشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظهر أمرك وانصر جندك وأورث الأرض لعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا داعيا أو عالما إلا حفظته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ورداء وظهيرا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو إيمانهم وعزائمهم وسواعدهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا عزيز. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم. اللهم من سد عليهم الأبواب والمعابر ومنع عنهم النصرة فامنع عنهم أنفاس الحياة. اللهم جمد الدم في عروقهم واشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظهر أمرك وانصر جندك وأورث الأرض لعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا داعيا أو عالما إلا حفظته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ورداء وظهيرا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو إيمانهم وعزائمهم وسواعدهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا عزيز. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم. اللهم من سد عليهم الأبواب والمعابر ومنع عنهم النصرة فامنع عنهم أنفاس الحياة. اللهم جمد الدم في عروقهم واشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظهر أمرك وانصر جندك وأورث الأرض لعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا داعيا أو عالما إلا حفظته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ورداء وظهيرا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو إيمانهم وعزائمهم وسواعدهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا عزيز. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم. اللهم من سد عليهم الأبواب والمعابر ومنع عنهم النصرة فامنع عنهم أنفاس الحياة. اللهم جمد الدم في عروقهم واشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظهر أمرك وانصر جندك وأورث الأرض لعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا داعيا أو عالما إلا حفظته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ورداء وظهيرا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو إيمانهم وعزائمهم وسواعدهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا عزيز. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم. اللهم من سد عليهم الأبواب والمعابر ومنع عنهم النصرة فامنع عنهم أنفاس الحياة. اللهم جمد الدم في عروقهم واشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظهر أمرك وانصر جندك وأورث الأرض لعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا داعيا أو عالما إلا حفظته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ورداء وظهيرا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو إيمانهم وعزائمهم وسواعدهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا عزيز. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم. اللهم من سد عليهم الأبواب والمعابر ومنع عنهم النصرة فامنع عنهم أنفاس الحياة. اللهم جمد الدم في عروقهم واشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظهر أمرك وانصر جندك وأورث الأرض لعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا داعيا أو عالما إلا حفظته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ورداء وظهيرا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو إيمانهم وعزائمهم وسواعدهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا عزيز. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم. اللهم من سد عليهم الأبواب والمعابر ومنع عنهم النصرة فامنع عنهم أنفاس الحياة. اللهم جمد الدم في عروقهم واشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظهر أمرك وانصر جندك وأورث الأرض لعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد ربنا على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم صل عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى زوجاته أمهات المؤمنين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في هذا الشهر المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا محروما إلا رزقته، ولا أيما إلا زوجته، ولا داعيا أو عالما إلا حفظته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ورداء وظهيرا. اللهم سدد رميهم ورأيهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو إيمانهم وعزائمهم وسواعدهم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، اللهم اجعل عليهم رجزك وغضبك يا قوي يا عزيز. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في فلسطين وفي سوريا وفي السودان وفي كل مكان. اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم كن لإخواننا في غزة، اللهم فرج همهم ونفس كربهم وأقل عثرتهم وارفع رايتهم واكبت عدوهم يا عزيز. اللهم احفظهم واحفظ أعراضهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم احفظ عليهم دينهم وإيمانهم. اللهم من سد عليهم الأبواب والمعابر ومنع عنهم النصرة فامنع عنهم أنفاس الحياة. اللهم جمد الدم في عروقهم واشف صدور المؤمنين بهلاكهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح ولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أظهر أمرك وانصر جندك وأورث الأرض لعبادك الصالحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، سبحانك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.